الآن وفيما ساد الهدوء الحذر أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، أفادت مراسلة الحدث بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث استهدفت عدة قرى وبلدات في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى في حصيلة أولية. وفي دير قانون رأس العين سقط نحو 8 قتلى، من بينهم 7 من مسعفي كشاف الرسالة والهيئة الصحية، كما استمرت الغارات العنيفة على النبطية وأسفرت عن وقوع 12 جريحا وألحقت دمارا كبيرا. ايه شباب، هون هي البنية، هون كان فيها قاعد فيها عام بالزمانات، كلها من هون ورا بيت بصل دغري. وفي البقاع شرق لبنان تركزت الغارات الإسرائيلية أمس شرق لبنان في بعلبك وعمق البقاع، وبلغت حصيلة قتلاها أكثر من 20 شخصا وفق آخر الإحصائيات الرسمية، معظمهم في بلدة الكنيسة شمال بعلبك، حيث استهدفت شقة سكنية، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا من عائلة واحدة. كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على سحمر بالبقاع الغربي ومعبر جرماش في أطراف الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا. تبوا هان فين؟ تبوا هان، تبوا هان. لا إله إلا الله. أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى مصنع ملام العسكري الإسرائيلي وقاعدة عين خزلوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية نحو 55 كيلومترا جنوبي بحيرة طبرية.